موضوع تسكير الباب وفتح الباب، والظاهر ان على ما اعرف انا ان في حديث ان الجن لا يغلق بابا ولا يفتح بابا. انتم ما شاء الله كم الحديث ما لم يذكر اسم الله عليه، ما لم يذكر اسم الله عليه. أنا هذه مشكلتنا، أنا نقول الحديث ونقطع. أنا قلت بما معناه، أنا ماني حافظ الحديث كامل. أنا عندي مداخلة في الموضوع ذا. إيه؟ في ناس كانوا يقولون في واحد وراء الباب، حلو؟ في مقطع أنا أرسلته لك، مقطع مدته 10 ثواني. كنا أنا وعلا في بيت، علاء كان قدامي وأنا كنت هنا قدامه، وكاميراتنا شغالة في بعض، فالباب في النص. أنا سمعت صوت، قلت علاء انتبه في صوت. الباب تقفل قدامنا يعني. صحيح. موجود المقطع لو تعرضه بتحصله. إيه. مدته 10 ثواني. موجود بيعرض على تسكيرة الباب. على تسكيرة الباب. فهذا الحمد لله ما يعني المغامرة ذي أثبتت الناس واجد إن المغامرات اللي نسويها إحنا واقعية. طيب وريتهم. في ناس يعني. وريتهم في بيت الكتاب يوم كان الباب مفتوح كامل وتسكر وأنا قاعد أصور بالزاوية. ما كان في أحد عند الباب. ارسل العايد ارسل. طيب انا اقول لك ايش الملاحظه اللي قبل شوي كنت على ايش نسيت والله. اي على كيف او ايش الهدف او صح على الطاقه السلبيه اللي يقول يوم ان جاني زي الهبوط. هذه في بدايه مغامراتي او ما كنت مغامر، بالعكس في 2015 كان عندي يارس صغيرة ومظللها كتب وقاعد أدور على ملبق الساعة 11 ونص تنتين الساعة 11 ونص 12 واحدة تنتين كذا، فظلام قدامي فعديت الموقف ما شفته لأني مظلل، ودق ريوس واحد على يساري كان ماسك كيس رماه يحسب أني برجع له. ممتاز. حقيقة هذا ولا جن؟ والله يا أخوي بدل لا 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 هذا موقف صار لي. ممتاز. لتأكيد لكلام أخوي عايد. نزلت من السيارة جاني فضول ليش رمى الكيس هذا وهرب ودخل عمارة مهجورة. مسكت الكيس أفتحه كذا في ريحة زي الله يعزك ريحة جيفة وكذا ويعز المتابعين. جاني زي الهبوط. لما شميت الريحة. لما شميت الريحة ولما مسكت الكيس. كبيتها من يدي ورجعت السيارة طالب الأمارة المهجورة أبي أخش ولا ما تاش تخلني، المهم أكمل ورحت نمت. ثاني يوم يعني حزر بخاطري أني أنا فضلت نومتي وراحتي، يمكن هذا سحر ليه أقل ما خذيته لا تدخل بس ليه ما خذيته. طيب. سؤال ليش ما تغامرون في النهار ليش بالليل؟ والله شوف الأمانة ما في فرق اللي يقول لك في فرق وإن ليل ونهار، لا والله ما في فرق، بس الليل أخوف شوي. هو كنوع من أنواع الرعب. إيش الأكشن؟ إيه؟ أنت غير كذا أنت الحين وينك فيه؟ ها؟ وينك فيه؟ في الدوام صح؟ إيه. يمديك تروح الحين؟ إحنا كلنا كذا دواماتنا الصباح. وما يمدينا أطلع الصباح. المغامرات اللي في النهار يعني في مواقع نواجه مواقع صعبة صعبة صعبة. من أي ناحية؟ من ناحية الأحداث. فنجي مرة مرتين ثلاث أحداث زادت معنا. نجي في النهار احداث ايش يعني الجن يتفاعل معكم يذيكم يطلع لك اصوات، يعني انت كمشاهد خلف السناب خايف فما بالك في الواقع. طيب بس عشان عشان لا نخوف الناس. موضوع ان الجن يتلبسك، ممكن ناس كثير بيزعلون مني فيها، الموضوع ان الجن يتلبسك هذه ضئيلة جدا 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 جدا. وأنا جلست مع يعني مستشارة يعني الجن ما يتلبس الإنسان. أنا من جهتي أقول لا ما في تلبس، بس يعني بعطيها احتمال يعني بس. لأني جلست أنا مع دكتورة بالطب النفسي تقول لي على 90% أمراض نفسية و10% مخدرات. طيب وإذا أنا قلت لك إن الجن يتلبس الإنسان أقول لك أعطيني الدليل. شوف ما راح تقدر تعطيني دليل. ما أنا واثق من لا هذا. لا شوف أنا لأن كل ما أسأل أنا حضرت أعطيني دليل. أنا حضرت بعض الناس لما يقرأ عليها الشيخ. نعم. يحضر الجن معه. أنا ويتحرك حركات لا إرادية مع العلم إنه في طبيعته عكس اللي قاعد يصير.
يعني هو الرجل في طبيعته هادي اصلا، بس لما حضر الجمعه ويتكلم ويخاطب الشيخ ويتكلم مع الشيخ ويقول له منين جيت ومن هذا شنو هذا، هذا الجن هذا ولا؟ طيب انا بسالك سؤال، الان انت في المدرسه سويت دور ثاني، جاء ابوك وقال لك ليش يا ولدي سويت دور ثاني، ايش بتقول له انت كطالب؟ اكلمك بتقول واحده من اثنين، اما المدرس حاطني براسه او ما ذكرت ذاك اليوم الماده. لا ما راح تقول له ما ذكرت، ما ذكرت بيحبسك في البيت. بتقول الاسئله صعبه. ممتاز صح. فدائما البشر ما يقول انا غلطان، مع ان لا المدرس حاطه براسه والاسئله سهله من داخل المنهج، بس احنا كبشر دائما نحط اخطائنا على غيرنا، واذا ما حصلنا احد نحط اخطائنا عليه دبسناها بالجن. لا 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 لا، انت المثال مثال جميل، مثالك جميل، لكن فيه فيه بشر متلبسهم الجن ومتعبهم، بل انا اعرف اناس متلبسهم الجن. طيب بس مجرد يسمع صحيح قول الله على طول يحضر الجن، وهذا الجن الضعيف طبعا، الضعيف اذا على طول قرا القارئ وحضر هذا مسكين ضعيف، لكن تنفي هذا الشيء ان الجن ما يتلبس الانسان؟ لا. انت تلبسك جن؟ تلبسني جن؟ الحمد لله لا. انت تلبسك جن؟ ما له دخل. دائما نقول نسمع. لا لا انا ما اسمع، انا شفت نشوف. انا شفت، انا صاحبت ناس وجينا عند شيخ اول ما قرا حضر اللي معي، حضر حتى مرات بصوت مره. هي كلها أعمار نفسية هذه. الأصوات الأصوات لدى كل إنسان طبيعي أربع أحبال صوتية. طيب الـ 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 القرآن لما يقرأ على مريض نفسي اللي نعرف أنه يرتاح صحيح. إذا سمع قول الله صح؟ أي صحيح. هذا حضر. هذا ما حضر، هذا قاعد يرمي بلاء الجن، هذا هو قاعد يرمي بلاء الجن ولا هو ما في. كيف بلاء الجن؟ طيب زي ما قلت لك المثال الأولي، إن الإنسان دائما يحط أخطاءه على غيره، وإذا ما حصل بشر أحط أخطاء عليه يحطها على الجن، أنا محسود، أنا معيون، أنا ملبوس، أنا كذا، هذا أغلب البشر كذا. طيب أنا واجهت أحد الناس السويين المستقيم. أنت تعرفه زين؟ أي والله المستقيمين، اللي بعد كمان حافظ كتاب الله، إيش رأيك؟ وقرأ عليه الشيخ وحضر كنا توحد. يمكن نتوحد. صدقني هي امراض نفسيه. شوف هي امراض نفسيه، ترى فينا امراض نفسيه. هذا انتم مصممين ان ما في جن يتلبس الانسان. انا بقول لك شغله، انا عن نفسي اوقات يعني اصادف وانا نايم اتروع، عرف شلون يعني؟ خلاص اقوم متحلم من حلم ولا متروع اقول خلاص انا لبسني جني، لا اروح عند شيخ، يا شيخ انا كذا كذا كذا، اقول اقعد اقرا عليك يرقيني. الرقيه هي تقول تريح الجسد. ممتاز. راحة نفسية. ممتاز. والقرآن راحة نفسية. ممتاز. طيب واللي يتكلم هذا على لسنتهم واللي يطير يوقع واللي يستفر الله يكرمكم. طيب أنا بعطيك، تقدر تقول لي طيب في لغات يتكلمون فيها؟ اي نعم. صح؟ طيب الإنسان الطبيعي ذاكرة اسمها الذاكرة العشوائية في المخ. الآن أنت قاعد تشوف فيلم قدامك بالإنجليزي، أنت ما أنت فاهم بس قاعد تقرأ. الذاكرة هذه تخزن هذه المعلومات. وقت الانهيار العصبي، وقت المرض، نوع من انواع الامراض النفسيه، كلها هذه تطلع. هو صحيحه، كلام صحيح، بس مخزن بالذاكره العشوائيه. لو اقول لك ايش معنى هذه الكلمه وانت في وعيك التام بتقول لك ما ادري. طيب نبي نرجع للموضوع، ما ودنا نتشتت. بالنسبه للمغامره،